شارك مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد عمة في أعمال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلام الذي نظمه منتدى أبو زبيل السلم للشيخ عبد الله بن بي في عاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 9 وحتى 11 من شهر يناير الجاري. يرافقه كل من مفتي الجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو والدكتور أبو بكر ولر مدو رئيس رابطة علماء الساحل وعضو المجلس الوطني الانتقالي. وجاء المؤتمر بعنوان التعليم العتيق والتعليم الحديث في إفريقيا باعتبارهما الوسيلة لغرس ثقافة التسامح ونبذ العنف ومناقشة دور التعليم الديني المعتدل في الخلاوي القرآنية. وأعرب مستشار رئيس الجمهورية جبريل سعيد عمة باسم فخامة رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو في الملتقى عن شكره وعرفانه وامتنانه إلى فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على العناية والرعاية التي حظى بها المؤتمر، مشيرا بمشاركة فخامة رئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو وتشريفه للمؤتمر. إن أهمية مؤتمرنا هذا تكمن في أنه يعالج موضوعا في غاية الأهمية، فقضية العلم والسلم لا شك في أنها قضية شائكة ومهمة، وعصرة التعليم العتيق ودمج مخرجاته في المجتمع أصبح أمر لا مفر منه، إذ لا يخفى على حضراتكم الإسهامات الهائلة التي قدمتها مدارس ودور العلم العتيق في مجتمعنا الأفريقي. فالحلقات العلمية والخلاوي القرآنية هي المؤسسة العلمية الحقيقية في نشر ثقافة الإسلام. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر كان فرصة لخلق منصة للحوار والتشاور بين صناع القرار والقيادات الدينية والنخب المجتمعية. بغية الإسهام في استسقاء الطرق التي يمكن من خلالها لمؤسسات التعليم الأهلي أن تستعيد دورها في تعزيز السلام وروح الوئام وتقوية مناعة المجتمعات ضد الأفكار المتطرفة.